السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبغيتكم تسمعوا لي هذا الفيديو ديالي. هذا الرجل هذا تزوجت به، ما عنده حتى حاجة، ما يكسب ما يعلم، وقاسينا في تمارة وقاسينا في ايام طويلة، وصيفطو انا اللي دبرت عليه، صيفطو لبرا، وصل ضرب عامين تما، جا طلقني هنايا، مشى غبر، صيفط شي 3 شهور ديال المانطا عاود حبسها. بقيت كنترفد مع الدراري، كنجز رابي وكنقري وكنكسي، وكيجيو الاعياد نخمم ليهم، ونعاود نجري مع ولادي 3. وفي الاخر جا دار بيا دعوه هنا في المحكمه، وبغى يخرجني من الدار اللي تبنات عليا انا اللي بنيتها، وانا اللي شرينا غير الارض وبنيناها، وكافحت كيصيفط ليا دوك 2 دريال، وكنكمل من عندي بالزرابي. ودابا انا تصبحت راسي غادا نتلاح في الزنقه، غادا نخرج برا. فين غادا نمشي؟ انا دابا عندي 70 60 68 عام عندي، وانا بغيتكم تشوفوا هذا الفيديو ديالي. هذا الراجل ما عقل لا على خير لا على حتى شي حاجه، واللي بقى فيا انا دابا تنطلب من العداله تحقق لي حقيتي انا، تقبطوا لي كي قبطات لي هو. واش كاين شي مهاجر خاوي المغرب ودرت لي اغلاق الحدود لا شرشي في المطار ما كيدخلش دابا 8 سنين هادي، وهاد المحل اللي انا فيه لاحو في الانترنت بغى يبيعو، وقلت لي عطيني هاد المحل عطيني رزقي، واخا انا اللي بنيته حتى لعند الله. كتسالي؟ كنسالو 19 مليون بفمي و19 مليون في اوراقي. وقلت لي هاد المحل اللي طلع لي انا ونكرطيني فيه، دعيتك اللي خلقنا. 19 مليون كيفاش كتساليها؟ 19 كنسالها لي ديال النفقه ديال الدراري اللي حكمت عليه به المحكمه، ما كيعطيهاش ليا، قطع ليا، كيجي كيتكلعص وياكل ويشرب ويرجع. ملي لقيته هكاك جريت درت اغلاق الحدود باش لا دفع الوراق يشدوه، ما بقاش تيدخل نهائي. بقاش درتيها؟ دابا راه غادي في 9 سنين باش دايره لي هاد السدان ديال الحدود، وملي لقى بحال ما هكا بغى يبيع الدار فوق من ظهري ويخرجني من الزنقه. ودابا العداله تتحكم ليه هو الحق ديالو، حقي انا عند الله، ما تصنت لي حتى واحد. تنخرج من هنا وندخل من هنا ونخرج من هنا وندخل من هنا. ها الملفات محكومين، ها الملفات ما كاينوش. 18 عام وانا في المحكمه ساكنه، لا كنخرج، وليت الناس شدوا لها انتري تخرجوا وانا مازال فيها. ولكن كان عندك الحجز ديال انك هذا المنزل هذا كان في الحجز. هذا المنزل ملي درت ليه انا اغلاق الحدود ما بقاش تيدخل، تبعت ليه ثاني الحجز تحفظي ضمانه لذاك المبلغ اللي كان سال، دايره الفوقي والسفلي. دابا ناض دار بيا دعوه مهدده دابا باش نخرج، غادي نخرج الزنقه. خرجي قالك وسيري تبعي، فين غنتبعو؟ فين غنتبعو انايا؟ عاد غنتبعو لبرا، راه مهاجر ماشي كاين هنا. ونقولوا هارب، يقولوا لي سيري تيجي وتبعي فلوسك، اش غنتبع؟ راه ما كيدخلش. دابا انت اللي بغيتي تشرحي لنا هو ان وانه يعني القضيه ديالك انت كنتي داعيه قبل منه. انت داعيه انا قبل منه، وكتنزل ديك النفقه، وكل عام كندعي، كل عام كندعي وكتنزل، ما كيدخلش. حتى درت الحز لهاد الدار، حيت ما عنده حتى حاجه، عنده هادي درت ليها الحز ضمانه. دابا انا ضلاحها في الانترنت بغا يبيعها، قلت له ها انت ها في الواتساب. تقريبا اش بغا يبيعها؟ دابا عامين هادي هو اللي حاف الانترنت بغا يبيعها. دابا ملي لقيته بغا يبيعها ما قلتش انا ما عندي فين نخرج، دابا باغي يبيع الدار يعطيني رزقي، وما داكشي اللي بنيت انا واللي ضربت التماره واللي كافحت، راه شرا غاليا جور والارض، كلشي هادشي ديالي انا، الشراجم ديالي كلشي ديالي، كلشي بالفاكتورات ديالي، راه هما كاينين. كيما كنجيب من الدوكري عندي الفاكتورات، كنجيب من هذا عندي الفاكتورات، وكلشي داكشي ما تصنت ليا حتى واحد، الحكم كان في صفه هو. وناض كملها دار هذيك الملكيه، ما نعرف كي دار ليها، خلا ديك باش شرينا حنا وباش درت الحز، ودار وحده اخرى شاري من الوداديه. شحال دابا واش ما دخلش المغرب؟ دابا 8 سنين ما داخلش المغرب، ملي درت ليه هاد لاشورشي ما كيدخلش المغرب. دابا بغي فوقاش حكمت المحكمه باش انكم تخرجوا من الدار؟ حكمت المحكمه، وعاود جاني الحكم واستانفتو، وعاود رجع ليا دابا الانذار. ودابا دايرين معايا في هاد الشهر الداخل دايرين، قالك خصك تعطيه الساروت. كيفاش نعطيه الساروت؟ فين غنمشي انا؟ فين غنمشي انا اللي عندي 68 عام، وعندي الدراري، وعندي الولد مريض، الولد ملي لقى باه كيجي كيدي الناس قبل ما نتسد عليه ندير لاشورشي، صافي تعقد ليا ولا مريض كيشرب الدواء. ودابا تنطلب من العداله وتنطلب من جلاله الملك يشوف هذا الفيديو ديالي، ياخذ ليا حقي، راه حقي راه ما بانش، ما عرفتوش فين تلف. هو عنده الحق انا ما عنديش، هو الحاجه اللي دارها كتجي في صفه، انا الحاجه اللي درتها كتغمق، الله اعلم ما عرفت والو. المهم كنطلب من هذا الفيديو يشوفوا خوتنا المسلمين كاملين، ويشوفوا القصه ديالي انا اللي بنيت هاد الدار انا، وفي الاخر بغيت نتلاح في الزنقه. فينا هو الحق ديال المراه اللي كيقول لك عندها الحق؟ فينا هو؟ منين جاها الحق؟
انا قاسيت على هاد الدار ارض ارض كتعرف الارض وطلعت عليا انا وضربنا تمارة عليها. وهاد الدار هادي يا عباد الله لينا تزور ديك الملكيه دار فيها شاري من الوداديه، احنا راه 36 عام احنا شاريين هاد الدار، والوداديه داير شاري منا غا 5 سنين هادي ب 100,000 ريال، ماشي التزوير هذا؟ ما راه التزوير هذا باين بالعلالي. اما منين جا الله اعلم هاد الدار عندها 36 عام باش خدينا هاد البقعه وبنيناها، ومن موراها قدير شاري من الوداديه انا 5 سنين هادي باش شريت من الوداديه ب 100,000 ريال، وهذاك الحز ديال الدار اللي دايره انا، وهذاك ديك 19 عام ديال النفقه الوداديه غادا تنوض ديرهم حتى هما غتحطم وتحطم حتى هما يكونوا في هاد الملكيه الجديده، نسى كلشي ضربوا في الزيرو وصافي. وخدام قالك ما نعطيك حتى ريال ما كتساليش وخرجي. فين غنخرج انا مهدده دابا؟ انا ما غنخرجش من هنا، بغاو يقتلوني يقتلوني، بغاو يضربوني موت وحده كتلزم، انا الفلوس ما شادهمش وتمارة عايشه فيها احسن نموت، بغاو يدوني حتى للحبس يدوني ناكل الخبز هنا، راه خصني نخدم عاد ناكلو. هو صافي دابا هذا هو. السلام عليكم، انا كنطلب حقي 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 من العداله وجلاله الملك، بغيتو يشوف هذا الفيديو ديالي، راه حقي تغطس ليا ما تلاش، بغا يطلع ليا حقي الفوق ما عرفتوش الله اعلم منين. انا ما عندي جهد بسطام، ما عندي جهد فلوس، اللي مشيت خاصني نعطي الفلوس، انا ما عنديش، يلاه مكافيه مع راسي وعندي الولد مريض كنشري ليه الدواء. دابا يعطيني فلوسي اللي كنساليه، دابا ناض بغى يطلع ليا فلوسي بغى يحيدهم ليا حتى هما، قالك ما كتساليش. ودابا النظر لكم، سمح ليا، من اللي كاينين الاولاد البنت والولد الكبار ما بين، نقول لك الولد عنده 9 سنين، نقول لك البنت عندها 8 سنين، هذا الشيء ما بين الكبار، والصغير خلى عنده 3 شهور. دابا الصغير ها هو غادي في 26 عام. العائله ما فكرتش انها تدخل في اطار الصلح ما بين، ما كاينش العائله ديالته كتدخل غير بالشر، ما كاينش الصلح نهائي، ضربوا على ولادهم داوهم، ضربوا على رؤوسهم داوهم، احنا بحال دوك الغرباء اللي جايين من التسع. انا كنقلب على الخيط اللي غيواسي ما بيني وبينه. هاد السيد عطيني اللي واجد عندك، اللي ما واجد كل مره عطيني الدار، الا خليتيها خليتيها لولادك، راه ما خليتيهاش لعديانك. انا الا كنت انا طريقتك هادوك راه ولادك، ما تسوق لينا، ما دارنا حتى حاجه، كلشي ضربوا في الزيرو، ما بغى يستطع عليا حتى حاجه. اي واحد انا خرج عندي الخبير للدار، قلت له شوف غادي تقيد، شوف الدار كي دايره غير الحرش، راه لا جليج لا والو، عندك تقيد ليا الحوايج دياولي. قلت له انا كنطلب منك الحق تقولو. انا قالك الا عطيتي، الا عطاك فلوسك تعطيه الدار، قلت جيبهم ليا انت سيدي نعطيك انا الساروت. وعدالتي ما تحقاتش، تحقات لي هو، قالك انا نعطيه استغلال. وانا كنساليه وكيقلب منين يحيد ليا الفلوس دياولي، ديال اش هاد الاستغلال اللي غنعطيه؟ ولادك ساكنين هنا غيكريو منك؟ يلا قول لي حقي. تيطلب استغلال من ولادو، من ولادو استغلال، يخلصوا ليه السنه اللي سكنوا فيها هنايا. هذا ماشي المنكر، هذا هذاك حمق وشدوا ليه الحق، راه حمق وشدوا ليه الحق، وانا اللي كندافع بالوراق وتنقول لهم ها الوراق ديالي، ماشي حتى فمي، ما تسمعوش ليا فمي، ما ربنا تقولوا كذبات علينا، ها وراقي قراوهم وشوفوهم وما تسوقوش ليا. دابا تنطلب من العداله وجلاله الملك يتحقق ليا حقي، راه تغطس ليا، راه ما بانش ليا كاع فلوسي، راه 19 مليون كنسال لهذا السيد، بغى يقدك ليا عليها، بغى يحيدها، ما بغاش يخليها كاع، صافي قالك ما نعطيكش وخرجي. ودابا راني مهدده، من بغد غدا يقدر من 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 4 ايام، يقدر من 5 ايام غنتلاح في الزنقه. انا راه ما غنخرجش هنا، غنجلس، يعطيني فلوسي. هاد الدار راه لايحه في الانترنت باغي يبيعها، راه غنخرج يبيعها، فين غنشد؟ فين غنمشي؟ صافي ها هو الهيه. هو ما تيدخلش للمغرب، ما تيدخلش، ما بقاش تيدخل، ملي درت ليه لا شهرشي نسى المغرب دفنو. يعني دابا الدار هادي الا رجعت ليه صافي ما بقاش عندك حاجه انت فاش غادي. الا مشات هاد الدار هي الامل الوحيد على دوك الفلوس محزوزه، الا مشات حتى تباعت ما غنشد حتى حاجه، صافي غادي يقول لك سيري غنمشي يا وليدي، غنمشي نتبعو انا ندير باسبور ونمشي نتبعو لبرا، انا هنا وتيقول لك ما عندنا ما نديرو ليه، وعلاش هو كديرو ليه؟ لا كيما كدير، كيما قال لكم بغيت الدار قولي عطيها فلوسها باش غنخرج انا، انت غتخرجي من غدا باش غنكري، باش غنتحرك، نمشي نعس في الزنقه، والدراري عندي كاينين، الولد الكبير خدام فين ما جاب الله، الاخر راه مريض، قلت لك ملي لقاه دا الفاميله ديالو لبرا، قال لك شوف با دا الفاميله ديالو خلانا حنايا، قلت ليه تا ولادك ديهم، كون دا غير ولادو ما كاين مشكل عندي انا، فين ما مشيت تمشي هي هذيك، ولكن دابا راني ضايعه، كنطلب من الله ومنكم ومن جلالة الملك تاخذوا لي حقي، راه حقي تدفن، ما تلاش بغى يطلع لي حقي، ما عرفتش منين الله اعلم،
ودابا تنطلب منكم تشوفوا هذا الفيديو ديالو، تشوفوا هذه القصه اللي طرات ليا. قاسيت وتمحنت وما خليت بنت 17 عام وانا تنقاسي على هاد الدراري، حتى واحد دابا راه عنده 26 36 والاخر عنده 26. البنت راه عاد عطيتها تجوجها، حتى هي مسكينه مريضه، كلهم مرضوا ليا الدراري بهذا التصرف اللي دار باهم وخلاهم ليا. ما تيعرفهم بعيد، ما تيعرفهم بكسوه، ما تيعرفهم حتى بحاجه، ما تيعرفهم حتى بشي حاجه، غير انا اللي كنقاسي. تنقاسي دابا وليت عييت، وليت مريضه، فيا السكر، فيا الروماتيز، فيا كلشي. ما تتلكاس لا الزيت ونغسلو كيطيح ليا من اليد. فين غادي نخرج انا من هاد الدار هادي اللي كيقول لك خرجي من الدار وسيري تبعي فلوسك؟ فين غنتبع فلوسي؟ نتبعهم في البحر نطيح فيه؟ هو اللي بقى ليا، غنمشي للبحر نطيح فيه. وماشي راجل ما باين، راجل باين غير عند المحامي. اش دير اش دير اش دير، راه باين نعنيو، ماشي تالف مختفي. ولكن باش غتصنت ليا حتى انا العداله وتاخذ ليا حقي؟ زال ما كاين والو. انا عمرك شفتي شي حز كيدار للدار ويقول لك خرجي منها؟ انا دابا تنطلب توقيف التنفيذ عاوتاني نديرو ناخذ فلوسي. والسلام عليكم. انا مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريده صوت العداله، وبقى لنا الا نقول لكم اتضحت الصوره. كنتمناو انه تدخلوا الجهات ويوقفوا مع هذه السيده هذه. المهم مالكة على وجه هذيك العشره اللي دوزوا على وجه هاد الوليدات هادو اللي عندهم. مشاهدينا الكرام، الى هنا اولا تدخل العائله ديالهم ويصلحوا بيناتهم والعواشره هذه. العواشره هذه مشاهدينا الكرام، كنتمنى ان الميساج يوصل للعائله ديالهم اولا شي جهه من الجهات تدخل ودير شي حل لهاد الاسره هذه. ما تخرجش للزنقه، ما يتشردوش، ما يخرجوش للكرام، ما يخرجوش يعني ما يبقاوش هاد المشاكل هادو.